بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرات السابقة كنا اتكلمنا على القانون الأول للديناميكا الحرارية بالنسبة للكلوزد سيستم والأوبن سيستم، وكنا وصلنا للجنرال فورم اوف فيرست لو اوف ثيرموداينامك بالنسبة للستيدي ستيت بتاعتنا. وقلنا ان القانون الأول ده عبارة عن النت ريت اوف هيت ترانسفير اللي هي واقع على السيستم بتاعي ناقص النت ريت اوف ورك دان بتساوي التغير في التوتال انرجي اللي عندي. وقلنا ان التوتال انرجي اللي عندي اللي هو عباره عن الاتشينج ان انثالبي، الاتشينج ان كاينتيك انرجي، زائد الاتشينج ان بوتنشال انرجي. وفي الحاله دي اليونتس بتاعتي بتبقى بالكيلو وات. وفي بعض الاحيان بنبتدي نحط الجنرال فورم اوف فيرست لو اوف ثيرموداينامك بس بنحطه بير يونت ماس، فالايكويشن بتاعتي بتبقى بالكيلو جول لكل كيلو جرام. ايضا وصلنا لمعادله اللي هي الكونزرفيشن اوف ماس في حاله الاستيدي ستيت، وقلنا ده يبقى كميه الكتله اللي داخله بتساوي كميه الكتله اللي خارجه عندي. وقلنا ان سميشن ماس فلو ريت ان بتساوي سميشن ماس فلو ريت اوت. النهارده ان شاء الله هنبتدي نكمل الجزء الخاص بالاوبن سيستم، وهنتكلم على بعض التطبيقات الخاصه بالاستيدي فلو. كما هو موضح بالشكل امامي ان يوجد العديد من التطبيقات للاوبن سيستم عندي، على سبيل المثال اللي هي النوزل والديفيوزر، تيربن والكمبرسورز، ميكسنج شامبر، هيت اكستنجر، واخيرا اللي هي الثروتلينج فالف. هنبتدي نطبق القانون الاول للديناميكا الحراريه على كل تطبيق من هذه التطبيقات، وايضا هنبتدي نشوف بعض المسائل المحلوله على كل تطبيق من التطبيقات دي. هنبتدي نتكلم على التطبيق الاولاني معانا وهو النوزل والديفيوزر. طيب النوزل الوظيفه الرئيسيه بالنسبه للنوزل عندي اللي هو بيبتدي يحول جزء من البريشر انرجي اللي هي داخله معايا هنا عند الانلت بتاعتي يحولها الى كاينتيك انرجي، لان في النهايه لازم ان التوتال انرجي عند المدخل بتاعي بيساوي التوتال انرجي عند الخارج بتاعي. فهو بيبتدي يحول جزء من البريشر انرجي بتاعتي بيحولها الى كاينتيك انرجي، وبالتالي السرعه عند الاوتلت بتاعتي بتبقى اكبر من الفيلوسيتي عند الانلت بتاعتي. العكس بيتم في حاله الديفيوزر. في حاله الديفيوزر بيبتدي هنا اللي انا ببني بريشر او ببتدي بزود البريشر بتاعي عند المخرج من الديفيوزر على حساب الفيلوسيتي، فبالتالي ان السرعه عندي هنا في المخرج بتبقى اقل من السرعه في الدخل بتاعي. طيب قبل ما ابتدي اطبق القانون الاول للديناميكا الحراريه بتاعي على النوزل والديفيوزر بنبتدي نحط مجموعه من الاسامبشن الافتراضات بتاعتي. طيب اول حاجه لو انا افترضت ان عندي النوزل بتاعي او الديفيوزر بتاعي هو عباره عن ادياباتيك، يعني مفيش اي انتقال حراره من السيستم بتاعي الى السراوندنج او من السراوندنج او الوسط المحيط للنوزل والديفيوزر اللي السيستم بتاعي. تاني حاجه اللي انا بنهمل اللي هو التغير في البوتنشال انرجي بتاعتي، بنهمل التغير في البوتنشال انرجي. تالت حاجه عندي اللي هو مفيش اي نوع من انواع الورك بتاعي. نعمل انرجي بالانس عندي للديفيوزر والنوزل ونطبق الايكويشن بتاعتي. طيب بعد كده هنا نبتدي نعمل هنا نبتدي نختصر الايكويشن بتاعتي بناء على الاسامبشن اللي احنا حطيناها عندنا هنا اللي هي كيو عندي مفيش اي هيت ترانسفير، مفيش اي نوع من انواع الورك. تالت حاجه عندي هنا التغير في البوتنشال انرجي بيساوي صفر. نوصل عندي هنا للصيغه النهائيه للديفيوزر او النزل اللي في الحاله دي بيبقى عندي الانثالبي بتاعتي زائد الفيلوسيتي كاينتيك انرجي عند المخرج بيساوي الانثالبي زائد الكاينتيك انرجي عند المدخل بتاعي. نبتدي نشوف كده اكزامبل رقم واحد معانا. عندي ستيم عند 4 من 10 ميجا باسكال ودرجه حراره 300 درجه مئويه، انترز ان ادياباتيك نوزل ويز لو فيلوسيتي اند ليفز ات 0.2 ميجا باسكال with a quality of 90% fans outlet velocity. عندي ستيم عند 4 من 10 ميجا باسكال ودرجة حرارة 300 وفي الخارج بتاعي كان البريشر بتاعي حصل له دروب ل 2 من 10 ميجا باسكال والستيم كواليتي كانت ب 9 من 10. طب أول حاجة دايما كنا بنوصل اللي احنا نعملها اللي احنا بتبتدي تطلع الكونديشن بتاعتك في الانلت والاوتلت عشان تقدر تحسب التغير في الانرجي اللي موجوده عندي. طيب هو كان هنا في المثال كان قال لي هنا ان سرعه الدخول للنزل كانت السرعه قليله جدا، فبالحال في الحاله دي اقدر اهمل الفيلوسيتي اللي عندي. طيب من اخر حاجه كنا وصلنا لها ان
الانرجي بالانس على النزل او الديفيوزر كان ان الانثالبي زائد الكينيتيك انرجي في الدخول بيساوي الانثالبي زائد الكينيتيك انرجي في الخروج بتاعتي. ونهمل هنا كمان الفيلوسيتي V1 مقارنة بالفيلوسيتي V2 اللي بتبقى كبيرة جدا مقارنة بسرعة الدخول بتاعتي. ففي الحالة دي عشان ابتدي احسب السرعة اللي خارجة من النزول محتاج احسب هنا H1 وال H2. ابتدي مع كل كونديشن ابتدي اروح للجداول بتاعتي. طيب يبقى انا عندي هنا كونديشن رقم واحد بتاعتي كان عندي الضغط ودرجة الحرارة. طالما عندي ضغط ودرجة حرارة على طول قلنا لازم اروح لتيبل رقم 3، اروح عند بريشر ب 4 ميجا باسكال وابتدي امشي مع التمبريتشر لغايه لما اوصل الى 300 درجه مئويه بتاعتي. في الحاله دي ابتدي احسب قيمه الاتش بتاعتي اللي هي 3067 و1 ميجا باسكال. طيب كونديشن رقم 2 مديني بريشر ومديني اكس، معنى ذلك ان الخارج بتاع بوينت رقم 2 بتاعي بقى في منطقه الويت ريجون بتاعتي، يعني بقى عندي فيه عباره عن ليكويد وجازس. عشان ابتدي احسب الخاصيه بتاعتي لازم ابتدي عندي ايه، ابتدي استغل قيمه الاكس بتاعتي اللي هي ب9 بتاعتي. يبقى على طول اروح لي طالما مديني الضغط بتاعي ب2 ابتدي اروح لجدول رقم 2 عند بريشر 2 ميجا باسكال وابتدي اخد الخصائص اللي هي الانصلبي الاتش اف واخد الاتش جي واخد كمان الاتش اف جي. وعشان ابتدي احسب H2 ابتدي استخدم الايكويشن بتاعتنا اللي هي في منطقه الويت ريجون بتاعتي اللي هي بستخدمها لما تكون الاكس ما بين 0 و1 بتاعي. يبقى انا عندي ال H2 بتاعتي هي عباره عن ال HF زائد X2 HFG. في الحاله دي اقدر احسب الانصلب بتاعي اللي هو عند الخروج بتاعي. حسبت H1 و H2 ابتدي اوتوماتيك كده اقدر احسب قيمه الفيلوسيتي V2 اللي هي عندي في المثال هتطلع تقريبا كام؟ 1078 متر بير سكند. التطبيق الثاني الموجود معانا النهارده وهو عباره عن التيربنز اند كومبرسور. طيب التيربنز ممكن بنسميها جاس تيربن او ستيم تيربن او هيدروليك تيربن، ده بناء على اللي هو نوع الوركينج فلويد اللي ايه اللي شغال معانا. طيب الوظيفه الرئيسيه بالنسبه للتوربينات وهو تحويل الطاقه الموجوده في الفلويد بتاعي او الوركينج فلويد بتاعي بنحولها هنا الى ميكانيكال، بنحولها هنا الى ميكانيكال وورك، ثم بعد ذلك الميكانيكال وورك ديت بتتحول الى الكتريكال وورك عن طريق اللي هو الالكتريكال جنريتور الموجود عندي اللي هو بيبقى كابلنج مع التيربنز بتاعتي. اما في حاله الكمبروسر بتاعي فبيبقى في الحاله ديت انا محتاج ان انا ابتدي ازود الطاقه اللي هي جيفن للفلويد بتاعتي. طب ده بيتم عن طريق اللي هو السورس خارجي، بنبتدي احنا هنا ندخل ورك ان بالنسبه للكمبروسر وعن طريق مجموعه من الريش اللي هي موجوده داخل الكمبروسرز بتاعي بيبتدي يحول اللي هي الميكانيكال ورك ديت بيحولها الى طاقه للفلويد. فبالتالي بيبقى عندي الفلويد كان داخل لي هنا بماس فلوريت ومدخل لي بريشر ب1 ودرجه حراره T1، بيبتدي هنا يحصل زياده في الانرجي الموجوده للفلويد عندي فبيخرج هنا ببريشر ب2 ودرجة الحرارة T2 أكبر من الانلت كونديشن بتاعتي. نبتدي نطبق الانرجي بالانس بالنسبة للتربن والكمبروسر بتاعتي، ودايما قبل ما بنبتدي نطبق اللي هي الانرجي بالانس أو الفيرست لو أوف ثيرموداينامك بنبتدي نحط مجموعة دايما من الفروض عندي، وأول حاجة عندي اللي هي الكيوب ساوي صفر. لو احنا افترضنا إن التربينز بتاعي أو الكمبروسر بتاعي اللي هي ويل انسوليتد ففي الحالة ديت مفيش أي انتقال حرارة من السيستم بتاعي ل السراوندنج بتاعي. تاني حاجة ان التغير بالنسبة للكينيتيك انرجي والبوتنشال انرجي بيبقى صغير جدا مقارنة بالتغير في الانصلبي بتاعتي. طيب نبتدي نكتب القانون الاول للديناميكا الحرارية بالنسبة للاوبن سيستم ونعمل نجلكت للترمات اللي احنا حطناها عندي دي. ففي الحالة ديت يبقى انا في عندي هنا سالب وورك عبارة عن الماس فلوريد بتاعتي في H2 ناقص H1 بتاعتي. طيب بالنسبه للتربن يبقى انا التربن بتاعتي هي عباره عن بوزيتيف باور لان الورك اللي خارج عندي من التربن ففي الحاله دي بنقول عليه بوزيتيف. ففي الحاله دي اقدر اقول ان الورك بتاعتي هو عباره عن الماس فلوريت اتش ان ناقص الاتش اوتليت. طيب بالنسبه للكمبروسر بقى في حاله الكمبروسر بيبقى الورك اللي عندي ورك ان، ففي الحاله ديت بيبقى نيجاتيف ورك
فنقدر نعمل ريدكشن للفيرست لو اوف ثيرموديناميك. يطلع عندي هنا ان الشغل بتاعي هو عباره عن الام دوت في اتش 2 ناقص الاتش 1 بتاعنا. نبتدي نشوف عندي هنا مثال رقم 2، بيقول لي هنا the power output of an adiabatic steam turbine is 5 ميجا وات. عندي الباور اللي خارجة من توربينة adiabatic turbine عبارة عن 5 ميجا وات. ال inlet and the exit condition of steam are as indicated in the figure. مديني هنا ال schematic diagram بالنسبة لل steam turbine، ومديني هنا ال condition بتاعتي في الدخول وال condition بتاعتي في الخروج. كان عندي بريشر بي 1 عبارة عن 2 ميجا باسكال، درجة الحرارة في الدخول 400 درجة مئوية، مديني السرعة في الدخول 50 متر بير سكند، وكان مديني كمان هنا الزد 1 ب 10 متر، وكان الخارج بتاعي كان عبارة عن بي 2 ب 15 كيلو باسكال، اكس 2 ب 90%، وفيلوستي في 2 عبارة عن 180 متر بير سكند، وزد 2 ب 6 متر. طيب، وكان هنا الاوتبوت باور بالنسبة للتربيك كان عبارة عن 5 ميجا وات. اول مطلوب بالنسبه لي اللي هو مطلوب رقم ايه، كان عايز يعمل مقارنه ما بين الدلتا اتش والدلتا كاينتيك انرجي والدلتا بوتنشال انرجي بالنسبه للتربين بتاعي. تاني حاجه كان مطلوب بردك ان انا ابتدي احسب اللي هو الورك دان بير يونت ماس، اللي هو الورك دان بير يونت ماس بتاعي. اخر حاجه خالص كان عايز احسب الماس فلوريد بتاعي. طيب، يبقى انا عندي هنا اول حاجه دي الداتا بتاعتي بردك كتبناها تاني بالنسبه للانلت والاوتلت. طب نبتدي نحسب، نجيب كل كونديشن بتاعتي من الاستيم تيبل بتاعي. عندي في الدخول بتاعي كان مديني ضغط ودرجة الحرارة، يبقى عن طريق الضغط ودرجة الحرارة بتاعتي اروح لتيبل 3 اجيب منها عبارة عن اتش 1 بتاعتي اللي هي تقريبا عندي هتطلع ب 3248.4. طبعا في المسألة رقم 1 او المثال رقم 1 شرحنا ازاي نبتدي ندخل في التيبلز ونجيب هنا الاتش بتاعي او الانصالبي بتاعي. طيب، كونديشن رقم 2 عندي مديني هنا بي 2 ب 15 كيلو باسكال ومديني اكس 2 ب 9/10. خلاص، طالما مديني هنا البريشر يبقى على طول انا بروح ل اللي هو تيبل رقم 2 اللي هو عباره عن البريشر بيزد بتاعي، واجيب كل من الاتش اف والاتش اف بي جي، وعن طريق الاكس بتاعتي والقانون بتاعي ابتدي احسب قيمه الاتش بتاعي. طيب، حسبت اتش 1 واتش 2، ابتدي احسب المطلوب الاولاني اللي هو عباره عن الدلتا اتش بتاعتي اللي هي عباره عن اتش 2 ناقص الاتش 1 هتطلع ب 887 دلتا كاينتيك انرجي والدلتا بوتنشال انرجي. اذا في الحاله ديت ان الدلتا كاينتيك انرجي والدلتا بوتنشال انرجي صغيرين جدا بالنسبه مقارنه بالايه الدلتا اتش بتاعتي. طيب، اذا هنا لما اجي نطبق بقى اللي هو الفيرست لو اوف ثيرموديناميك، يبقى انا عندي بس بير يونت ماس يبقى كيو ناقص الورك عباره عن اتش 2 ناقص اتش 1 زائد في 2 سكوير ناقص في 1 سكوير ديفايدد باي 2 زائد جي زد 2 ناقص زد 1. في الحاله دي ابتدي احسب قيمه الورك بير يونت ماس. طب عشان ابتدي احسب الماس فلو ريت اللي هو المطلوب الثالث بتاعي، كان هو جيفن في المثال بيقول لي الباور اوتبوت ب 5 ميجا وات، وانا هنا من الخطوه رقم 2 قدرت احسب اللي هو الورك بير يونت ماس. اذا في الحاله دي الماس فلوريد بتاعي هو عباره عن الباور بتاعي على الورك بتاعي، اللي هو هي تقريبا الماس فلوريد بتاعتي هتطلع ب 5 73% كيلو جرام بير سكند.